المساحة الكبرى هو أنه الجزائر ورسولنا الراس وبوتين شر روسيا والشراكة الاستراتيجية. في الأخر لافروف قال لهم الشريك الاستراتيجي رقم واحد هو المغرب. لافروف المشكلة تاع لافروف ابن عمي هو أنه جاي للمغرب ومن غدا ولا بعد غدا فين غيمشي؟ غيمشي لتونس، ومن تونس غيمشي بحال، يعني غينكز أقوى دولة في المنطقة. المشكل المغرب عرف لهم نقطة الضعف فين ما كانش حاجة كانت مع المغرب. دابا على ما سيدي ليك قلنا بأن الجزائر القوة الخارقة والضاربة والضارطة تنسحب فين ما كاين المغرب كتهرب، فين ما حطيتي المغرب كتهرب. كأس إفريقيا هربت، جات عاود الحفلة تاع الكاف تاع كأس إفريقيا هربت، جاء الملتقى العربي للأمن هربت، جاء الملتقى العربي الروسي هربت. وهي الدولة وهي الدولة. بن عمي بنت عمي لافروف جاء إلى المغرب، جاء إلى المغرب قمة عربية روسية، والجزائر تأكل المسامس لم تحضر على عادتها. إنها دولة الانسحابات. في عهد تبون الإنجاز رقم واحد هو الانسحابات، دائما ما تنسحب في آخر لحظة. إنه النظام الهراب، النظام المقعد، النظام الجبان، النظام المنسحب. لا لا مشي ما تحلبوش، لا لا كتنسحبوا، تغلبون تهزمون فتنسحبون، مذلولين. ماشي نتوما ماشي الشعب، لا لا ماشي انت ابن عمي، لا 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 النظام تاعكم تضيح على الجزائر الدل. انسحب من تنظيم كان 2025. ايش غدير لطيف دي زيد، اش غدير لطيف دي زيد اخي البيستاشي، اش غدير؟ قلت الانجازات عندكم، قلت الانجازات في الجزائر، باش ولا كادر كيدير اللايفات؟ باش تخيل معايا دابا كادر الكيدار 31 داير واحد الفيديو كيهضر على ابرنوس علاش لابس الكول عنده البرد. يا سلام، حنا الجزائر واعرين، حنا الجزائر قوة ضاربة. علاش؟ حيت ابرنوس كيجيه البرد كيلبس تريكو مونطي. ايه شوف ما كاينش انجاز. تبون دار شي انجاز؟ لا. شنقريحه دار شي انجاز؟ لا. الكره شي انجاز؟ لا. السياحه الصناعه؟ لا. التعليم والاقتصاد؟ لا. شيري والسيارات؟ لا. اذا شنو هو الانجاز نتاع الجزائر؟ ابرنوس داير كول مونطي، ابرنوس جهل برد. والله الا دار فيديو على ابرنوس علاش داير كول مونطي، علاش كيجي البرد. غار جبيلات، غار جبيلات غير كتحفروا، نتوما غتحفروا 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 غتحفروا، ما غديروا حتى وزه. عقل على هضرتي يا اخي، يا اخي لطفي ولا لطيف ولا شنو سميتك، يا لطيف. غاز نيجيريا والله لا ديتوها، اسمع غاز نيجيريا والله لا قطر عندكم بلا ما تبيعوا الوهم للشعب الجزائري. النيجيرا بن عمي ما يمكنش شي واحد بعقله يدخل معكم في مشروع ديال قادوس دايس في النيجير، الا الا غادي يخليكم النيجير تدي واحد مليون ديال العسكر تحضيو داك التيو داك القادوس، غيبقى داك العسكر غير الساندويتشات نتاعو اكثر من داك الغاز اللي غيدوز من تما. راه غيديروها هادو، راه هبال هادو، راه من بعد غيديروا اتفاق مع نيجيريا الا داروا شي قادوس غيحطوا كل 100 متر جندي، وهذاك الجندي خصو ساندويتش، واخا يعطيو له غير خبز باغيطا حافيه، غير الباغيط حافيه كل جندي غيتقام الثمن كثار من داك الغاز اللي غادي لداخل. علاش؟ زكاره في المروك. خير راي المغربي، تحياتي يا ابن عمي، الله يحفظك الغزال. زكاره في ماذا؟ في المروك. لا ابن عمي ما كاين لا غرج بلاد لا غاز نيجيريات، سيمو بوسطون العز ونصر وسكنه في شي قصر، تحياتي. دابا العام سيدي ليك قلنا بان الجزائر القوه الخارقه والضاربه والضارطه تنسحب فين ما كاين المغرب كتهرب، فين ما حطيتي المغرب كتهرب. كأس إفريقيا هربت، جات عاود الحفلة نتاع الكاف نتاع كأس إفريقيا هربت، جاء الملتقى العربي للأمن هربت، جاء الملتقى العربي الروسي هربت. وهي الدولة وهي الدولة.
ودابا دابا المشكل المغرب عرف لهم نقطة الضعف فين ما كان شي حاجة يبقى يطمها المغرب. المغرب مثلا الاتحاد الدولي للفول كونتاكت يتنظم هنا في المغرب باش ما يجيوش. كرة الطاولة نتاع النساء في المغرب باش ما يجيوش. الملتقى الطلابي اللي كذا كذا ما يجيوش. صافي الا بغيتي تفقس دابا الجزائري دير شي حاجه دوليه ولا عربيه ولا افريقيه في المغرب هانت تهنيتي منه. صافي ما يجيوش. واخا فجاء لافروف. المشكل تاع لافروف ابن عمي هو انه جاي للمغرب وملي وغدا ولا بعد غدا فين غيمشي؟ غيمشي لتونس ومن تونس غيمشي بحال يعني غينكز اقوى دوله في المنطقه. غادي يدير شتي داك داك البقالي هذاك الموانع اللي كينكز عليهم داك 3000 متر موانع. دابا لافروف غيدير اكبر مانع في سميتو. لافروف غادي يمشي حتى للرباط حتى للرباط الرباط الرباط غيبداها من بوركراك غيبدا يجري 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 يدخل في الخميسات يمشي لمكناس يطلع لفوق يوصل لفاس كيجري كعرف خصك توجد الجريه يجري يجري من فاس بولمان بولمان ميسور ميسور بوعرفه بوعرفه كدا الحدود وكدا مع الحد مع الحداده مع التنقيزه سيو حتى يجي في سوسه في تونس. غادي يدير اكبر تنقيزه في العالم اكبر مانع خايبه حتى المعوده صاحبي تجي لافروف صاحبي تجي للمغرب وتمشي لتونس وتخلي الجزائر بلاش. كيفاش هاد القوة الضاربة عندكم وكدا؟ دابا الفضيحة الكبرى الفضيحة الكبرى هو أنه الجزائر وهرسوا لنا الراس وبوتين مشى لروسيا والشراكة الاستراتيجية في الاخر لافروف قال لهم الشريك الاستراتيجي رقم واحد هو المغرب. راه داك الشيء علاش كاد الكيدار كيهضر على البرد راه مساكن راه فيهم الضربه راه مفقوسين راه داك الشيء علاش كيقول لك كيقول لك برنوص راه كيدير الكولمونتي راه البرد راه مزيان نزيد هادي نزيدها بلاتي 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 باش نعطي باش نخليهم يبردوا شويه على راسهم مساكن راه راه في قيصه صاحبي لافروف غينقز ها انت ها انت كيدار ها انت زيد 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 سكريني 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 الكيدار سكريني سكريني الكيدار والكيدار والكيدار سكريني سكريني فرح فرح الجزائريين فرح 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 الجزائريين طز يا ودي طز يا المرافعات الجزائرية من أجل كدا والقضايا الجزائرية الكبرى بر يا ودي بر. لافروف غينقز من المغرب حتى لتونس وانت بقى بلا برنوس لابس لابس الجاكيطة ما زعما احنا ذاك مرة قلنا صافي مع أتاي مشحر ما تعاودش ترجع لها التيك توك البركة غير فضيحة نتاع أتاي مشحر ما ناش كيف إيوا الجزائر من اللي فيها السخانة وفيها الغاز لاش راك في فرنسا الكيدا لاش راك في فرنسا كون كنتي غير في فرنسا بعدا بحال الناس بحال خوتنا المغاربة الدار فيها 130 متر و 140 متر انت عندك 36 متر نهار اللي تبغي تصور من دارك تجري على مرتك وولدك ها فرنسا جدك فرنسا ونهار اللي تبغي تصور من الدار حشمناك حتى جريتي على ولادك المسخوط المزغوب حشمناك مع الجزائريين حتى وليتي تجري على ولادك باش تصور انت راك دير داك الفيديو على المونطو نتاعي انت ديرو من الطوموبيل ما عندكش حتى فين تصور بحال عباد الله كون كنت في فرنسا عندك شي 1000 متر شي فيلا فيها جوج ليكتار نقولوا جات معاك كتقلب على جودة الحياة ماشي مشكل
كاين خوتنا في الميريكان، في هولندا، في السويد، في فرنسا، في المانيا، بعدا كاين جودة الحياة. شنينا مشاو لاوروبا؟ انت غادي لاوروبا وكتقول الجزائريين راه الجزائر زوينة، علاش؟ حيت بالروس كيلبس المونطو، كيلبس الكول مونطي. اهضر لهم على لافروف، اهضر لهم على لافروف الذي قال بان الجزائر لا قيمه ولا وزن ولا هيبه، والدليل انه غادي ينقزها بن عمي من الرباط، غادي يجي في سوسه، غادي يجي في تونس. تخيل معايا تمشي انت لتونس وتخلي الجزائر، تخيل معايا تونس عندك الرئيس نتاعهم هذاك مسكين من النهار اللي دار يدو معاكم، والطوابير في تونس. واش لاحظتوا؟ واش شفتوا الطوابير في تونس هذا الشهر اللي فات؟ مشكله صح. السبب الجزائر، والله الا سببهم تبون. هذاك راه طريقك حلاك حلاك حلاك، راه قالها لكم منار سليمي، قال لكم منار سليمي الكبرانات طريقهم كحلا زحله، فين ما داروا يديهم والو، مشات فين ما مشات تبون كتكفس. روسيا صاحبي الحليف استراتيجي، روسيا الحليف الاستراتيجي، وسمح فيكم وجاي للمغرب، جاي المشكل للمغرب اللي يفترض في القواعد السياسية التقليدية أن المغرب حليف نتاع الميريكا. كيفاش دابا روسيا غتختار تجي عند الحليف ديال الميريكان وتكبر به ويكبر بها وتخلي الحليف الاستراتيجي ياكل المسامس وما يجيش يحضر؟ صعيبة هذه في السياسة، تحياتي مجد العز، صعيبة هذه في البوليتيك. الله يشافيك ودي، الله يشافيكم انتوما، راه انتوما اللي ما عندكمش لافروف، انتوما اللي ما عندكمش الكان 25، ما عندكم محرز مادة الجوائز، انتوما اللي ما تأهلتوش لكأس العالم، انتوما اللي ما عندكمش صناعة السيارات، انتوما اللي راكو تمونطيو الطوموبيل بالكلامونيت ديال 14، انتوما اللي راكو ديروا الاخر ديروا التناوب على على على, على الفيسوز، انتوما اللي باغيين تطلعوا 60 واحد للقمر، انتوما اللي غرسوا مشى الخنشله غرس لكم الشجره، انتوما اللي حرقوا لكم القبائل 4 سنين وهي تحرق، راه انتوما اللي الله يحسن العون ابن عمي. حنا راه حمدناك يا ربي وشكرناك، اه والله مراكش ابن عمي درنا الملتقى الدولي نتاع البنك العالمي والابناك ديال الابناك الحكوميه، الابناك المركزيه العالميه، دارت في مراكش ابن عمي، الابناك المركزيه نتاع العالم جاو لمراكش، ما مشاوش للجزائر العاصمه. علاش؟ الجزائر عندها اوتيل واحد سميتو الشيراطون وكيتقطع فيه الماء، والله العظيم بالله. دابا كي غير يقولها لهم دابا تبهم اللي غير يجلسوا تما، يقول لهم العشاء فورا في الشيراطون، الكوب 22 قديم شويه، هذا الكوب 22 بزاف، دابا كنضر غير على هذا العام، دابا غير دابا هاد الشهرين هادي، غير شهرين الملتقى الدولي المالي العالمي الدولي رقم واحد، جوج هذا الملتقى الامن العربي، ثلاثه الحفل نتاع الكاف، اربعه هذا الشيء نتاع الروسيه العربيه. ثم قال ماذا؟ ثم قال ابرنوس كيجيه البرد، إذن الجزائر ناجحه. هذا الفضيحه هي العام الجاي ابن عمي، العام الجاي اسمع 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 اسمع، خليك معايا ما تزبش العام الجاي وشنو غيوقع في المغرب عاود، ماشي العام الجاي زعما حتى العام الجاي، لا دابا شتي ديك النكته البائسه ديال كتشري الخبزه نهار 31 وكتاكلها نهار واحد، كتقول لهم اودي راني كليت الخبزه تاع العام الفايت، داك النكت العبيطه اللي كيوقعوا في راس العام. المهم راكم عارفين كيكتبوا في الفيسبوك. ايه دابا مع بدايه اسمع هذه، سيرغي لافروف يصرح
في ندوة مشتركة مع بوريطة اتفقنا على ترتيب انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وروسيا في بداية العام المقبل. اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وروسيا غدار في يناير، يعني بعد أسابيع قليلة. بوريطة خدام شغلو، هادشي على التليفون. الجزائر مشى الرئيس، طلب المساعدة، طلب الصيانة، طلب حماية الاستقلال. حضرت تما شي صمر تما ما عرف شنو كيقول، بدا يشيت التبون. قال بوتين، قال له انت يا بوتين صديق العالم. هذاك بوتين دار فيها هكا واحد الضحكه، قال شكل صاحبي يا خوتي والله العظيم بالله. بوريطة التليفون، خصني عاد نسولو في بوريطة واش كيعرف يتكلم الروسية. المهم بوريطة غير بالتليفون قضى الغرض، لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وروسيا في يناير المقبل. دابا غير نشوفوا الاتفاقيات اللي غادي يتكلموا عليها اللي غيديروها. اتفقنا حول سبل تفعيل الشراكة في الطاقة النووية السلمية والصيد البحري والزراعة والتكنولوجيا والثقافة والتعليم. يعني غيقول لي عن الطاقة النووية غير من عمي. داكشي تاع تحليه مياه البحار وكذا راه غيدير شي تاع الطاقه النوويه السلميه، وكاين عاود الطاقه النوويه السلميه كتخدم حتى في القضيه تاع الكهرباء، توليد الكهرباء. ايوا والصيد البحري والزراعه والتكنولوجيا والثقافه والتعليم. الصيد البحري علاش دارها المغرب مع روسيا؟ باش يضغط على الاتحاد الاوروبي، لان الاتحاد الاوروبي كيديروا لي بتيزاز. فهمتي؟ ما جاكش البرد، لا دابا لو كان لقيتي جلابه غنزيدها غير باش 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 كيدار يزيد يسرح الكيادر، لان الكدار ما عنده باش يسرح الكيادر هاد الايام. ما كاين لافروف، ما كاين قمه، ما كاين كاس العالم، ما كاين الكاف، ما كاين محرز، ما كاين صناعات، ما كاين والو. باش غيسرحهم بابرنوس لابس جاكيطه. انا لو كنت لقيت جلابه انا غادي نمشي فوقاش نمشي. السيمانه الجايه غنمشي عند الواليد غنحيد له واحد الجلابه، غادي نشري له واحد الجلابه ديال الحبه وغادي نحيد له وحده قديمه، لان الوالد راكو عارفين خصو ماشي نديلو ونخليه بلاش. غادي نشري له وحده جديده غنطلبها من وزع، غادي نعطيه كادو، ومن بعد غادي نسرق له هذيك الاخرى القديمه، وغادي نجي نبقى ندير بها اللايفات بالجلابه غا بن عمي، باش الجزائري يفرح. ما عنده باش يفرح صاحبي، كيبقى فيا المغبون صاحبي، كيبقى فيا الشعب الجزائري المغبون مسكين. والله الا كيبقى فيا مسكين. ما 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 باش غيفرح؟ واش اللي يطمع في شوشة يفرح؟ واش بقى مازال شوشة وزكروت؟ اش بقى مازال؟ يعني مساكن داروا جميع السبل باش يفرحوا، ما كاينش. قالهم زكروت وشوشة، مع احتراماتي وتقديري لشوشة وزكروت، دير حداك شي حطو. لا داكشي اللي غندير، خصني ندير شي حاجة باش نعطيهم يفرحوا. والله خصني نشوف شي حاجه اللي يعني خصني نفرحهم. فكروا معايا خيلا كيفاش نديروا نفرحوا الشعب الجزائري، كيفاش ديروا مساكن يفرحوا.